صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقة جديدة من برنامج الحدث اليوم السبت 2 آذار 2024. ضيفي في هذه الحلقة الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، وأيضا يسرني أن أستضيف عبر تطبيق زوم الصحافي الأستاذ حسن الدر. وأبدأ مباشرة مع الأستاذ حسن. صباح الخير أستاذ حسن. صباح النور. صباح النور لك لضيفك العزيز. اهلا بك استاذ حسن. طبعا بدي بلش من ما حصل منذ ليل امس حتى صباح اليوم، يعني من راميا الى طريق الساحلي في ناقوره. هذا الجنون يعني الجنون الاسرائيلي اللي هو منه غريب يعني عنهم، ولكن باي خانه نضعه؟ هل هو جنون وعاصفه ما قبل الهدنه، او هو جنون العدوان الوحشي الإسرائيلي المعهود، وهذه هي طبيعة الإسرائيلي ومستمرة؟ الخير للمشاهدين الكرام. هلا اللي صار امبارح أستاذ حسن، في عدم وضوح بالاتصال، في عدم وضوح يمكن من الانترنت. هذا الصباح، ولكن الو استاذ حسن، في شويه يعني اظن في مشكله او ضعف انترنت او شيء، خلينا نرجع نجرب. بركي بنرجع بنجرب يكون افضل. إذن مشاهدينا، جملة وسلسلة من الغارات والعدوان الإسرائيلي طبعا هي مستمرة منذ 8 أكتوبر، ولكن في هذا الأسبوع الذي مر عمليا تصاعدت وتيرة هذه الاعتداءات بشكل كبير وتخلف عدد من الشهداء. يعني بالأمس سقط 4 شهداء، واليوم يعني هناك أمور ليست طبعا يعني يحكى عن 3 شهداء، ولكن هناك أمور ليست واضحة بعد بالكامل. وهذه الغارة على ناقورة تركت علامات استفهام حول ماهية الهدف. هناك من يتحدث عن يعني شخصية بارزة إضافة إلى غير من المرافقين. رجع معنا أستاذ حسن. صباح الخير. صباح النور مجددا، تفضل. كنت عم بقول انه اللي صار برامي امس واللي صار اليوم الصبح من ناقوره هو ضمن الجبهه. يعني نحن عم نحكي عاده الميدان هو بعمق، على ما في شيء اسمه قاعد اشتباك صار واضح، ولكن حده الميدان بين 7 إلى 10 كيلومتر. كل ما يحدث ضمن هذا العمق هو سياق طبيعي، يعني يوم لنا ويوم لعدونا، هذه طبيعه المعارك كذلك. نعم في خساره كبيره قاسيه اذا بدك، امس 4 شهداء برامية، واليوم في حديث عن 3 شهداء هن كمان ايضا يعني مقاومون. يعني كل ما يحكى عن شخصيه وما الى ذلك، اكيد كل الشهداء لهم مكانه واهميه، ولكن هؤلاء ميدانيون، يعني ما في شيء ابعد من ذلك. ولكن انا ما حبيت اقوله انه كانه في تصعيد او توتير ما قبل الهدنه، اعتقد لا، انه هذه برجع بقول مجريات الميدان الاسرائيلي بما يمتلك من امكانات التجسس، طائرات، كل هذا الاطباق الاستخباري الذي يمتلكه، توفق بين هلالين وسدد ضربتين قاسيتين بين امس ليلا واليوم صباحا، ولكن هذا لا يعكس اي اختلاف ب يعني بريتم الجبهه. هي جبهه مفتوحه، المقاومة تسدد ضربات قاسية، إسرائيل أيضا أحيانا تسدد ضربات وتكون قاسية، ولكن ليست ربطا كما أعتقد بأي تطور ميداني أو ما تفضلت فيه ما قبل الهدنة محتمل،
محتمل انه من هل سنصل استاذ حسن، هل سنصل الى هدنه فعليا؟ يعني اليوم تضاربت الانباء، حتى الامريكي يعني الرئيس جو بايدن هو عم ياكل ايس كريم خبرنا انه نهار التنين ممكن يكون في شيء بهيدا الموضوع، ولكن امبارح على ما يبدو لحظ تصريح يعني ما يعني يعتبر انه ربما ما زلنا بعيدين عن هدنة الإسرائيلية. يتوجه إلى واشنطن نهار التنين كمان لمباحثات بهذا الإطار حماس بعد عن شروطه وعلى ما هل نحن فعلا عشية إبرام ما يسمى بهدنة رمضان أم لا؟ لا شيء إلى اليوم يؤكد أنه في هدنة. في ثلاث نقاط أساسية هي لب الخلاف بين حركة حماس وبين عدو الإسرائيلي. النقطة الأولى، الإسرائيلي لا يريد أن ينسحب من قطاع غزة، ولا وما في هناك تعهد بوقف إطلاق النار، يعني حتى لو كانت الهدنة على ثلاث مراحل، بنهاية المرحلة الثالثة مش منه عم بيحكي عن وقف إطلاق نار حتى شفويا. والنقطة الثالثة اللي علاقة بتعهد دولي وعربي بإعادة الإعمار. كل هذه النقاط لم يقدم الإسرائيلي ولا حتى رعاته ولا حتى الوسطاء أي ضمانة في شأنه. وبالتالي اليوم وجهة نظر حركة حماس والمقاومة أنه خسرنا ما خسرناه، قطاع غزة دمر، هناك أكثر من 100,000 بين شهيد وجريح، هناك كل هؤلاء النازحون بالعراء، وهناك حرب تجويع حقيقية، هناك مجاعة بالقوة مفروضة فرضا على أهل القطاع ويقتلون جوعا. نعم. فإذا المقاومة تقول أنه خسرنا، دفعنا كل هذه الأثمان، لن نتنازل، لن نعطي في السياسة، وتحت الضغط ما فشلوا في أخذه بالقوة. فإذا إلى اليوم هذا أنا أحدثك وهذا الواقع التفاوض على حالي، ولكن في ضغط كبير يمارس على حماس من جهة وعلى العدو الإسرائيلي، وأنا كنت مقتنع أنه لا يمارس على العدو الإسرائيلي، الكل شركاء في الضغط على حركة حماس. المسألة إلى اليوم برأيي 50-50. وعلى سيرة تسمية أنه هدنة شهر رمضان، نعم، كأنه يعني جو بايدن وبنيامين نتنياهو أنه هاموا كثير مشاعر المسلمين وبده هلأ يكارم المسلمين بشهر رمضان، وكأنه خايفين أنه يصير في انتفاضة أو يصير في رد فعل إسلامي إذا كان في قتل ومجازر في شهر رمضان. أنا عم أقول لك من لم يستفزه 100,000 بين قتيل وجريح، هذه الدماء التي سفكت وهذه الأعراض التي تنتهكت، ما بتفرق معه شهر رمضان، هذه البيوت التي دمرت، لن يستفزه إذا كان القتال بشهر رمضان أو بغير شهر يعني رمضان. يعني كأنك تقول لي لن يكون هناك هدنة. أنا لا، أنا مش عم أقول هيك، أنا عم أقول جو بايدن خسر العرب والمسلمين وفي كذا تجربة صاروا بالانتخابات، بده يحاول يستثمر بهدنة بشهر رمضان. يمكن يصير هدنة، مش عم أقول لن، بس أنا عم أقول مش حكما رايحين على هدنة. نعم. موضوع 50. طيب هذه الهدنة، لحتى لي اختصر هالموضوع، عندي سؤالين بالسياسة لألك استاذ حسن، هذه الهدنة ستنسحب على جنوب لبنان أم لن تنسحب؟ موقف المقاومة حزب الله من هذه الهدنة معلن منذ اليوم الأول، هذه جبهة مساندة. نعم. عندما يعني تطبق هدنة في غزة تطبق في لبنان، وحصل بالهدنة الأولى اللي صارت باليوم 47 من الحرب. وسئل حزب الله عبر الوسطاء، وأيضا سئل الرئيس نبيه بري، وكان الجواب عندما تقف الحرب في غزة إن كان بهدنة أو بوقف إطلاق نار دائم، نحن ملزمون بوقف إطلاق النار. أما الإسرائيلي إذا حب أنه مثل ما قال جالن أنه يفصل الجبهات، فأيضا المقاومة لن تتساهل ولن تتهاون، والضربة مقابلها ضربة، هذه بالجانب اللبناني، فإذا حتما في التزام. أنا ما أعرفه، حصل تواصل مع القيادات اللبنانية من الأمريكيين والفرنسيين وغيرهم، وعندما سئلوا هذا السؤال كان أيضا سأل اللبنانيون رئيس الجمعيات وغيره سؤال للي عم يسألوا وماذا عن إسرائيل، كان الجواب نعم عندما تقف الجبهة في لبنان يعني يوقف حزب الله، إسرائيل أيضا ملتزمة بالهدنة. نعم. بغض النظر عن تصريحات جالنت، لأنه القرار ليس عند جالنت. نعم. طيب أكتفي بهذا القدر، إلا إذا عندك شيء بدك تضيفه بموضوع الهدنة.
لا انا اللي بدي اقوله لانه في كثير يعني حتى التهويل اللي صار عبر الامريكيين او عبر السي ان ان عن موضوع الحرب عن موضوع الحرب يعني الحرب انه يا بالربيع يا بالصيف، وكانه كان في يعني محاوله هي تهديد ولكن تسريبه منها تسريبه عاديه يعني لا يمكن انها ما تتاخذ بعين الاعتبار. صحيح التسريب اول شيء لانه التهديدات الاسرائيليه صارت مضحكه يعني لم تعد مجديه ولم تؤثر في المقاومه، هذا شيء. والشيء الثاني يبدو انه مرتبطه ايضا بتعثر التفاوض بغزه، لعل وعسى انه في لبنان من يضغط من يستطيع الضغط او اقناع حماس بالقبول بشروط ادنى. مين يعني بلبنان بده يضغط على حماس؟ المقاومه حزب الله، مش يضغط بمعنى انه يعني هذه العلاقه اي وهذا الشيء ممكن يصير؟ اكيد لا، حتما لا. نعم انا اللي عم بقول عم حطها باي اطار، يعني هذا التهديد او هذا التسريب اللي اجى عبر السي ان ان، وحضرتك بتعرفي السي ان ان تعكس راي مين بالولايات المتحده الامريكيه الاداره ومصداقيتها بمكان معين. فهلا انا اللي عم بقوله يعني اجى بهذا السياق هون، علما انه كل الموفدين الامريكيين من هوكشتين وللسفيره للكل هن اللي عم بياكدوا انه لا يريدون حرب وما في حرب، وكنا سمعنا وزاره الخارجيه انه الولايات المتحده حريصه على عدم توسع الحرب. صحيح. فاجى هذا التسريب بعكس السياق الرسمي اللي طالع بالسياسه عن الولايات المتحده الامريكيه، اجى بعد هذا التعثر وبعد ما مثل ما حضرتك قلتي بايدن لحس كلامه بالنسبه للهدنه التنامي. يعني فلننتظر ونرى. علما انه تقديرنا وتقدير من يتابع الذي يمنع الحرب في لبنان هي المقاومة، هي الكلفة التي يمكن أن تدفعها إسرائيل، وتعلم حجم الكلفة التي ستدفعها إذا ذهبت إلى حرب مفتوحة في لبنان. نعم سؤال أخير. أمريكا لا يريد هذه الحرب. نعم أستاذ حسن أنا خلص وقتي، بس سؤال أخير بالسياسة ضروري أسألك لكي أعود بعده وأنتقل إلى دكتور سعيد مالك بالسياسة. يعني البعض اعتبر أنه الوزير علي حسن خليل الوزير السابق بحديثه لزميلنا مرسال غانم فجر مبادرة تكتل الاعتدال الوطني، والسفيرة الأمريكية بتصريحاتها أيضا بالسالونات التي نقلت فجرت الخماسية. يعني ما بعرف عمليتين انتحاريتين صاروا، انتهت مفعيل مبادرة تكتل الاعتدال. المبادرة إذا كان حدا فهمان خطأ اللي عمله الوزير علي حسن خليل وضح الثوابت التي انطلق منها الثنائي منذ اليوم الأول والرئيس بري، يعني إنه إذا هن مفكرين إذا قلنا بالحوار يعني عم بيحكي عن الفريق الثنائي. نعم. أو الرئيس بري تحديدا، لأنه طلع البعض صار يحكي إنه الرئيس بري تخلى عن ترشيح سامي فرنجي، يعني هذا الكلام سمعناه. نعم. اللي قاله الوزير علي حسن خليل بوضوح إنه الذهاب إلى الحوار هو نفس طرح الرئيس بري، نحن بنروح على الحوار وما في شرط من حدا على حدا. صحيح. يعني مش رايحين على الحوار معناتها تخلينا عن الفرنجيه، هذا طيب بس هو سحب هو الاساس هو. اذا كانت مبادره الاعتدال تجنح نحو الاسم الثالث يعني سحب هذا الفتيل، يعني سحب موضوع الاسم الثالث، يعني اكد انه نحن ما عندنا اسم ثالث ولن نقبل. لما اجوا عند الرئيس بري ما حكوا بهذه الجزئيه، هن اجوا حكوا انه نحن حابين نعمل مبادره حوار، الرئيس بري قال انا داعي الحوار فلا يمكن ان ارفض دعوه حوار، تفضلوا وانا بساعدكم وما بقدر اكون حدكم ما في مشكل. ولكن هذا ما بيعني اذا هن حاكين بمطرح ثاني، ما بعرف عم بقول نعم. هن حاكين بمطرح ثاني انه هن بدهم خيار ثالث، هذا رايهم الشخصي ولكن لا يلزم من قبل بالحوار. نعم. الرئيس بري من لما طرح الحوار قال كل واحد عنده مرشح حقه يكون عنده مرشح ويروح يدافع عنه، بيحطه على الطاوله وبناقش فيه على هذا الاساس، وهذا التوضيح اجى من هون. انتهت هذه المبادرة، فجرت، خلصت مدة صلاحيتها. سمعنا النائب سامي جميل مثلا، يعني النائب سامي جميل اللي رفض الدعوة من سمعناه امبارح شو قال، يعني قصدي اقول انه يعني كمان بالمعارضة او ما يسمون انفسهم سياديين او سياديون هن ما بدهم انه عم يدعوا انه الثنائي يفرض شروطه، بس هن حاطين شرط على الثنائي انه يتخلى عن الفرنجية ليروح يحاوروه. يعني فإذا من الميلتين مش ضابطة يعني. أنا اللي بدي أقوله المبادرة من أساسها هي كانت بحسن نوايا عن طيب قلب من نواب الاعتدال، ولكن يبدو لم تكن محبوكة كما يجب،
انتهى. بس ما جاوبتني على سؤالي بعد حسن، انتهت مفاعيلها؟ انتهت لا هذه المبادرة؟ أنا ما في يقول انتهت، بس أنا بعرف إنه أو تقدير الشخصي إنه بالأساس حتوصل على مطرح، يعني لأنه مش بهالقد حسن نوايا ينتخب رئيس جمهورية في لبنان. نعم. أنا بدي أشكرك كثير على هذه المداخلة، على أمل لقاء قريب في الاستوديو ونحكي بشكل موسع أكثر. كان بعد فينا نحكي عن الخماسية وهيك، بس انتهى وقتنا وبزيادة كمان. شكرا لك. يمكن الرئيس بر يعمل لهم طاولة حوار مثل ما قال. ما بدك تشوف إذا ما فرطت الخماسية كمان، إذا بدنا نبني على كلام السفيرة الأمريكية المسرب رح تفرط الخماسية أيضا. على أي حال الله يلطف بهالبلد عمليا. شكرا لك أستاذ حسن دور على هذه المداخلة. اسمحوا لي رحب بضيفي بالاستوديو الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك. صباح الخير دكتور. صباح الخير سيدي سمر. اخذنا من وقتك والمشاهدين الكرام بس رحنا باتجاه اخر. صحيح. عملية عملنا عملية توزيع ادوار ما في بينك وبين استاذ حسن. اهلا بك. طبعا هناك الكثير خلينا نقول من علامات الاستفهام التي هي بحاجة لتوضيح، وخاصة على الصعيد الدستوري، ومن أفضل من سعيد مالك يفهمنا هذه التجاوزات وهذه الثغرات خلينا نقول، سواء كان بموضوع رئيس الأركان يلي رجع يعني بسبب تعرف يعني التعثرات اللي صايرة، والكلام الذي نقل عن وزير الدفاع بأنه هو بيعتبره غير موجود لرئيس الأركان، الحديث عن إمكانية التحضير لطعن عندما ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويمكن لحد هلأ ما نشر كرمال هيدا الموضوع، ولكن يرتب أيضا عدم النشر تداعيات. صحيح. على موقع رئيس الأركان تحديدا موضوع القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس النيابي كمان بدنا نحكي فيها، مجلس دستوري اللي كمان في طعون مقدمة بالموازنة أمامه. صحيح. شو مصيره، وأيضا ناخذ رأيك بموضوع قرار مجلس شورى الدولة الذي صدر والذي خلينا نقول جنح إلى ناحية تبني طعن المصارف يلي صار وتحميل محاولة تحميل للدولة كل الخسائر هيدا. نحن نجرب قد ما فينا وقد ما بيسمح لنا الوقت نحيط بهيدا الموضوع. خليني انطلق من الأحمى اللي هو موضوع رئاسة الأركان. نعم. موضوع رئيس الأركان. طيب بمداخلة خلال هذا الأسبوع ذكرت حضرتك ودعيت رئيس الحكومة إلى نشر هذا المرسوم. نعم. في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذا. صحيح. يعني عمليا هذا المرسوم حتى الساعة ليس نافذا. سيدي سمر، من الثابت والأكيد يقتضي علينا ولمعرفة ما إذا كان نافذا أم لا العودة إلى النصوص المرعية الإجراء. المادة 21 من قانون الدفاع الصادر بالمرسوم 102/83 تاريخ 16/9/83 تنص صراحة أن رئيس الأركان يعين بمرسوم. نعم. بناء على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش. بالتالي اليوم هناك آلية وخريطة طريق من أجل تعيين ما يسمى رئيس الأركان. كون رئيس الأركان أهمية موقعه تتبين من الفقرة الثانية من المادة 21 التي تتكلم عن حلوله مكان القائد عند غيابه، ولكن ليس يعني. نعم، ولكن ليس عند الشغور، تتكلم فقط عند الغياب. بادئ ذي بدء، هل كان يحق لهذه الحكومة وهي حكومة تصرف الأعمال بالمعنى الضيق، هل كان يحق لها التعيين؟ هذا هو السؤال الأول الواجب طرحه. صحيح أن حكومة تصرف الأعمال، تصرف الأعمال بالمعنى الضيق عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور، ولكن إطالة أمد الفراغ يعطي ويمنح الحكومة متسع أوسع ضمن إطار مروحة إمكانية التحرك واتخاذ القرارات. يعني بالتالي اليوم لو كان مرحلة الفراغ يمتد إلى أيام أو أسابيع كان هناك تشدد بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق. أما وقد بلغ عمر الفراغ ما يتجاوز العام حتى أكثر ونيف ولا نعلم متى ينتهي، بالتالي يمكن هنا، لأنه مثلا سيدي سمر العودة إلى الفقه اليوم، العودة إلى كتاب تحديدا الوسيط في القانون الدستوري اللبناني للدكتور زهير شكر،
في الجزء الثاني صفحة 863 يتكلم أن الحكومة ولو كانت تصرف الأعمال بحال مبدئيا طال الشغور يمكن لها أن تجنح نحو قرارات هي بالأساس من صلاحية حكومة كاملة الأوصاف. نعم. وأيضا قرارات الشورى إن كان قرار 137 على 2015 أو 349 على 2015. بالتالي انطلاقا من ذلك يحق لحكومة تصريف الأعمال حكومة مئاتي أن تذهب نحو توسيع مروحة، ولكن أن تصل إلى مرحلة التعيينات هذا أمر خطر جدا. ليه؟ لأنه مبدئيا أستاذي السمر التعيين يرتب حقوق ويرتب أعباء. لا يمكن لحكومة تصرف الأعمال أن تورث لحكومة غدا ممكن أن تتشكل إن كان تعيينات أو حقوق أو واجبات. بالتالي هناك خيط رفيع ما بين إمكانية أن تقدم حكومة تصريف الأعمال على تعيين أو عدم تعيين. لأنه مثلا اليوم إذا أردنا النظر على أنه هل هناك من الأهمية القصوى لتعيين رئيس الأركان؟ يعني كان هناك أهمية أكبر لقائد الجيش أو لحاكم المركزي أو مدعي عام التمييز بالتمديد. يعني بالتالي لا، ما نقول عنه أستاذي السمر على أنه اليوم هناك حسابات خاصة دخلت على موضوع رئاسة الأركان من أجل ذلك صار تعيينه. ولكن اليوم أنا أرى من الوجهة الدستورية اليوم الحكومة تخطت صلاحياتها بالتعيين وهي حكومة تصرف الأعمال وفي ظل شغور رئاسي. إذن لم يكن لحق لهذه الحكومة صحيح. أن تعين رئيس مهما توسعت أركان. مروحة الإمكانيات لإطالة أمد الشغور ولكن لا أن تصل بس إلى اليوم أن لما بيقولوا لك لما فيه الضرورة القصوى وخير البلد، يعني اليوم صار إلى فترة طويلة رئاسة الأركان بلا شاغرة. نعم. الحاجة تستدعي وخاصة في الظروف التي يمر بها البلد أنه إذا اضطر قائد الجيش مثل ما عم نشوفه عم يضطر يسافر لمؤتمرات، يضطر يسافر لاجتماعات، عم يضطر يخرج خارج البلاد، فأنه أي أفضل يعني أنه أن نعين لي أو يكون في خلينا نقول استثناء بتعيين لرئيس أركان وإن كان ممكن أن يقرن بمدة أنه إلى حين انتخاب رئيس فتسقط هذا التعيين ويتم لا تعيين. يمكن الكلام بهذا ما بتزبط لا يمكن عم نفصل عزوءنا الدستور اليوم مبدئيا كل تعيين هو ضرورة يعني بالتالي اليوم تعيين لحاكم المركزي أليس له أهمية بمكان من أجل الحفاظ على المكانة المالية بس نوجد البديل يعني طيب. استلم قائد نائبه الجيش الأول بالنسبة إلى حاكم المركزي بالنسبة يعني بالتالي هناك مبدئيا التعيين بوجه عام ضمن إطار عنوان عريض هذا يخرج عن إطار حكومة تصرف الأعمال أوكي. بالمعنى الضيق من جهة وضف إلى ذلك في ظل الشغور الرئاسي طيب صارت هلا حصل هذا التعيين ولكن هل هذا التعيين قد راعى الأصول الواجب اتباعه من أجل هذا التعيين هذا هو السؤال الأساسي يلي هي اقتراح وزير أولا الدفاع أولا اقتراح وزير الدفاع المادة 21 واضحة تقول على أنه مبدئيا يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع اليوم الاقتراح ليس أمر شكلي إنما أمر جوهري وهناك قرار صدر عن المجلس الدستوري رقم 4 على 2020 تاريخ 22/7/2020 جاء هذا أستاذي سمر لكي ننعش ذاكرة المشاهدين عندما صدر القانون 7 على 2020 الذي يتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى يومها صار تكليف لجنة مؤلفة من الوزير المعني ومجلس الخدمة المدنية ووزير شؤون التنمية الإدارية من أجل أن تقترح أسماء على مجلس الوزراء رئيس الجمهورية يومها طعن بهذا القانون القانون 7 على 2020 صدر القرار رقم 4 على 2020 تاريخ 22/7/2020 جاء في حرفية هذا القرار إن سلطة الوزير بالاقتراح تشكل ضمانة دستورية تحصنه لجهة أي تدبير ممكن أن يتخذ في وزارته خلافا لرغبته أو إرادته يعني بالتالي اليوم كان يفترض الذهاب باتجاه احترام الأصول لجهة التعيين أن يأتي بناء على اقتراح وزير الدفاع اليوم بس خليني كمان هيك ننعش الذاكرة أيضا نعم
وزير الدفاع تخلى عن مسؤوليته في هذا الأمر اليوم هناك ذلك. نعم صحيح. طيب. اليوم أنا بالنسبة لي لو كنت مكان الحكومة لكنت سعيت إلى ملاحقة هذا الوزير الذي تخلى عن مسؤوليته ضمن إطار المسؤولية أقل وإخلال واجبات الوظيفية، لكنت ذهبت نحو تطبيق المادة 70 من الدستور التي تقول على أنه اليوم الوزير يسأل عن إخلاله بواجباته الوظيفية، ولكن لا أن نعمل على تخطي وزير الدفاع، لأننا هنا لا نتخطى موريس سليم بالشخصي، نتخطى موقع الوزارة، نتخطى اليوم موقع الوزير ضمن الوزارة، نتخطى المادة 66 من الدستور. من أجل ذلك مثلا اليوم عندما نقول على أنه توقيع الوزير على المرسوم جوهري، لا يمكن صدور مرسوم إلا أن يكون مذيلا بتوقيع الوزير. طيب بس هيدا ما بيخفف كمان الحمل عبء اللوم وتحميل المسؤوليات على هذه الحكومة يلي ارتقت وعمل وقتها دراسة القاضي محمود مكية. أكيد. عمل صيغة لطريقة التعيين وعمل صيغة لكل هذا الأمر بناء على تخلي الوزير عن مسؤوليته بالاقتراح يعني. أكيد مع الاحترام والتقدير إلى القاضي مكية والذي هو صديق، وإضافة إلى اليوم غنى الدراسة التي قدمها والتي نحترم ونجل، ولكن اليوم ربما لا أوافق على موضوع نظرية الشكليات المستحيلة التي خرج منها كمبررا من أجل الذهاب نحو التعيين. أنا أعتقد جازما أن موضوع التعيين يخرج عن إطار أولا حكومة تصرف الأعمال، ثانيا لا يمكن تجاوز الوزير. وأعتقد على أنه فيما لو ذهبنا أو صار هناك الذهاب نحو طعن، أنا متأكد على أنه هذا الطعن سيكون له نصيب ضمن إطار ما يسمى تحقيق النتائج. فلنذهب للكلام عن الطعن. نعم. تحديدا نرجع نشوف شو مصير رئاسة الأركان. نعم. لأنه عمل خلينا بس ارجع دقيق فكرة، إذا هذا المرسوم طالما لم ينشر في الجريدة الرسمية هو غير نافذ؟ اليوم مبدئيا تقول أوساط يبنى صحيح. عملية عدم النشر مع أنه تخطت المهلة المتاحة أو التي يجب احترامها 15 يوم يلي لو في رئيس جمهورية بيقدر يلعب في هذا الوقت أن يرد أو لا يرد المرسوم، تخطت هذه المهلة وحضرتك ذكرت أنه ب 23 شباط خلصت هذه المهلة، لم ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية لأن هناك تخوف من الحكومة بأن يتم الطعن، وسيتم يعني ناطر وزير الدفاع لا ينشر لكي يطعن بهالمرسوم. نعم. طيب لن ينشر، ما نشره بعد الرئيس مئاتي، إذن ليس نافذا. السيد السمر، للتمكن من الإجابة على هذا السؤال لابد من الإحاطة بالموضوع. تفضل. اليوم بادئ ذي بدء، أوساط حكومية تؤكد وتحديدا ربما أمين عام مجلس الوزراء أن القرارات التي تصدر عن الحكومة لها مفعول إنشائي، أما المرسوم له مفعول إعلاني، يعني بالتالي القرار هو نافذ حكما بمجرد صدوره عن مجلس الوزراء. اليوم علينا وللتأكد من هذه الواقعة وتوصيف الدستور السليم، علينا العودة إلى تفسير المواد 65 56 17 من الدستور. حصل هذا الأمر عام 1999 حين تقدم النائب الأولى فتوش وتحديدا بتاريخ 9 آب 1999 بسؤال إلى الحكومة، هل القرارات التي تصدر عن الحكومة عن مجلس الوزراء نافذة أم لا؟ أجابت الحكومة بتاريخ 29/12/99، كانت حكومة الرئيس سليم الخص. نعم. لم يقتنع النائب الأولى فتوش، عاد وكرر السؤال بتاريخ 6/1/2000. بس شو أجابت الحكومة؟ أجابت الحكومة على أنها نافذة. نافذة. لم يقتنع مبدئيا الأولى فتوش، أعاد الكرة والسؤال بتاريخ 6/1/2000. جاوبت الحكومة بتاريخ 15/2/2000 مكررة جوابها. لم يقنع الجواب من أولى فتوش، حول بتاريخ 21/2/2000 هذا السؤال إلى استجواب. نعم. عقدت جلسة، من له حق تفسير الدستور؟ مجلس النواب. صحيح. لأنها هذه الصلاحية انتزعت من يد المجلس الدستوري
رغم أنها كانت بالطائف بوثيقة الوفاق الوطني، كانت من صلاحية المجلس الدستوري، باتت في عهدة مجلس النواب. شو أجت نتيجة استجواب مجلس النواب؟ عقد مجلس النواب جلسة لتفسير هذه المادة تحديدا ومصير هذه القرارات. حددت يوم الجلسة نهار الأربعاء بتاريخ 29 أدار الساعة 10:30 صباحا، استكملت يوم الخميس ب 30 الشهر الساعة 6:00 مساء. اسم الله عليك. وتحديدا النتيجة ما جرى الاتفاق عليه، وتحديدا وهذا موجود يعني نعم. لكل من يشكك بهذا يرجع الصوت. للمحاضر، المحاضر ضف إلى ذلك. هناك كتاب الأستاذ الأولى فتوش المشترع والبرلماني، اسمه المشترع والبرلماني، الذي يحتوي على كامل مداخلاته ضمن إطار الحقبة النيابية، والذي هو من منشورات صادر ومن أعداد الأستاذ سيمون معوض مدير عام، وتحديدا صفحة 83 حتى 94. المادة 94 أو صفحة 94 تتكلم صراحة، وفي المقطع الأول منها قال الرئيس بري، هذا كلام مسجل على المحاضر، نعم، إن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء هي نافذة وملزمة ولا يمكن الرجوع عنها إلا بقرارات مقابلة، لكن تنفيذها مرتبط بمرسوم. يرد عليه سليم الحص، قال له دولة الرئيس إذا كان من ضرورة إلى مرسوم. طلب الرئيس بري إضافة هذه العبارة على المحضر، أنه صار بالخلاصة النتيجة التي خلص بها مجلس النواب بعد نقاشات طويلة استدامت يومي 29 و 30 أدار أنها نافذة وملزمة، نافذة وملزمة ولا يمكن الرجوع عنها، ولكن تنفيذها يتم بمرسوم. أوكي. ولكن شرط أن يكون القرار بحاجة إلى مرسوم سندا لما صرح به الرئيس سليم الحص. طيب. دون ذلك على المحضر طبق ليها حالة رئاسة الأركان. هلأ المادة 21 من قانون الدفاع تقول يعين رئيس الأركان بمرسوم. أوكي. ليس بقرار. يعني بالتالي يعين بمرسوم، أي أن هناك ضرورة لصدور المرسوم. أوكي. بالتالي اليوم هذا القرار بتعيين رئيس الأركان هو نافذ وملزم ولا يمكن الرجوع عنه، ولكن غير تاريخه، ليس نافذا كونه بحاجة إلى مرسوم ليصبح نافذا. من أين يخرج ويصدر هذا المرسوم؟ يعني المرسوم يجب عمليا أن يوقع من قبل الحكومة، أي رئيس الحكومة، وأن يحيل إلى الجريدة الرسمية حتى يصار إلى نشر أصولا. نعم. هناك مبدئيا سؤال يطرح، هل يمكن إصدار المرسوم دون توقيع الوزير؟ هذا السؤال كنت بدي أطرحه. صحيح. ولكن اليوم عودة إلى الاجتهاد، صدر قانون المياه اعترض عليه مبدئيا نواب التيار الوطني الحر. نعم. صدر قرار عن المجلس الدستوري رقم 8/20 تاريخ 24/11/2020، جاء بهذا القرار أن توقيع الوزير المختص هو من الأصول الجوهرية التي لا يمكن تخطيها. بالتالي لا يمكن صدور مرسوم دون توقيع الوزير المختص، حتى أيضا قرارات المجلس الدستوري أو قرارات القرارات الشورى الدولي تاريخ 16/11/95، قرار 133/97، يعني بالتالي كلها قرارات صادرة عن مجلس الشورى الدولي وعن المجلس الدستوري تؤكد على ضرورة أن يذيل هذا المرسوم بتوقيع الوزير المختص. هلا السؤال الذي استطردت به استاذة سمر حول موضوع الطعن، أنا شخصيا سمعت ونمي إلي أن وزير الدفاع يحضر طعنا بهذا المرسوم بحال صدر. نعم. رغم أنه باستطاعته أيضا اليوم الطعن لو بقي قرارا، لأنه المادة 105 من قانون الشورى الصادر بالمرسوم 10434/75 تاريخ 14/6/75 تتكلم على أنه اليوم يكون موضع طعن كل قرار له قوة النفاذ ومن شأنه إحداث ضرر. يعني بيقدر بلا ما هلا بيقدر يطعن ممكن فيه. حتى القرار أن يطعن به. ولكن أنا
أوجه النصيحة إلى معالي وزير الدفاع بعدم الذهاب بهذا الخيار، لأن طعنه سيرد حكما. ليش؟ سيرد لأنه يجب ويقتضي، وعملا بأحكام المادة 106. هيدا الطعن أمام شورى الدولة. عظيم. عملا بأحكام المادة 106 من نظام الشورى الصادر بالمرسوم 10434 على 75، يجب لمن يتقدم أو على من يتقدم أن يكون صاحب صفة ومصلحة. سبق وحصل في هذه الحكومة. ليه وزير الدفاع ما أنه صاحب صفة ومصلحة؟ هذا هو السؤال. ولا لأنه مش حاطط لا 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 لا. لأنه مبدئيا حصل واقعة في هذا الزمن ومع هذه الحكومة، يوم طعن الوزير هكتور حجار والوزير شرف الدين بمرسومين صدرا عن الحكومة ضمن إطار لعدم توقيعهما ومنه له إلى صدر القرار رقم 23 على 2023 تحديدا بتاريخ 12/10/2023. جاء بهذا القرار، قرر المجلس الشورى رد الطعن شكلا لعدم صفة ومصلحة مقدمي الطعن، كونه قد اعتبر أن مبدأ التضامن الوزاري يفرض على الحكومة أو على الوزراء أن يكونوا جزء لا يتجزأ من الحكومة. ونفس الشيء ينطبق على أي طعن يتقدم به وزير الدفاع. واستندوا أستاذي سمر على المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس، مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم 2552 على 92 تاريخ 1/8/92. المادة 28 تقول على أنه القرارات هي ملزمة ويتوجب على. طيب ما دام مضمون، ما دام في هذه السابقة ومضمون رد طعن وزير الدفاع، بالتالي ليش ما بينشر بالجريدة الرسمية ويستوفي كل شروط الرسمية؟ لأنه مبدئيا النشر بحاجة إلى توقيع وزير الدفاع. يعني بالتالي اليوم ليس هناك الاستحصال، إمكانية الاستحصال على توقيع وزير الدفاع، يبقى القرار قرارا في مبدئيا أدراج مجلس الوزراء، ولكن اليوم إذا على صعيد التوصيف القانوني هذا قرارا مبدئيا قائما وفاعلا ومنجزا وملزما، ولكنه غير نافذ كونه بحاجة. طيب إلى سؤال أخير قبل ما أروح عبريك، لأنه عنا كتير مواضيع بعد بدنا نحكي فيها. سؤال أخير فيما يتعلق بموضوع رئاسة الأركان، هل له أي ارتدادات سلبية على موقع رئاسة الأركان وعلى شخص رئيس الأركان؟ لأنه هون في كمان تضارب بعملية التفسير، يعني وإن كان التفسير اللي تفضلت فيه يعني جدا مقنع يعني واقعي. اليوم هناك من يقول أنه طالما منه نافذ وطالما بعد ما في عليه وفي هذه الشكوك حول كل هذا الأمر، هذا قد يرتب على رئاسة الأركان مثلا أنه بكرة أن تتم محاسبة رئيس الأركان، وأنت لست بمفهوم الشرعي، لست شرعيا، يمكن يطالبوه حدا يتقدم بشكوى، يطالبوه بيرجع معاشه يمكن أو الأموال التي سيتقاضاها ورتبته التي علقت، وكل هذا الأمر يعني بصير موضوع موضع مساءلة ومحاسبة. أعتقد على أنه موضوع الترقية قد تم نشر المرسوم، ما بعرف ما تفاصيل هذا الموضوع، ولكن اليوم أنا أكيد مع الاحترام المطلق والكلي إلى اللواء عودي الذي نكون له كل احترام وتقدير، ولكن نحن نتكلم على الصعيد الدستوري فقط من هذه الزاوية بشكل الأكاديمي الصرف، يعني من دون أي خلفية لا سياسية ولا أي خلفية بأي مكان آخر. اليوم لنكن واضحين، نحن أمام مأزق، حكومة تتطور بأعمالها وتصعد تصرفاتها لناحية التعيينات، ولا نعلم بكرة استنادا إلى مبدئيا هذه النظرية التي تبناها مجلس الوزراء، استنادا إلى دراسة جانب الأمين العام، ما إذا كان مبدئيا يمكن أن تذهب مستقبلا إلى تعيينات أخرى. اليوم أنا جل ما أعتقد أنه من الصائب أن نذهب إليه تفعيل المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولي صادر بالمرسوم 10400 التي تنص على أنه لهيئة القضايا إما تلقائيا أو بناء لطلب وزير العدل أن يطعن بأي قرار يصدر عن الحكومة بعد أن يصبح مبرما، وهذا الطعن
لا يرتب حقوقا لا بالمستقبل، يعني لا ينزع عن العميد عودي مبدئيا ترتيبه أو ترقيته إلى رتبة لواء، أو يطعن بقرار تعيينه رئيسا للأركان، ولكن ممكن لهذا القرار أن يشكل خارطة الطريق للحكومة مستقبلا. نعم. يعني اليوم بحال ذهب مجلس الشورى الدولي إلى اعتبار أن حكومة تصرف الأعمال بالمعنى الضيق مهما طال أمد الفراغ لا يحق لها التعيين، يكون قد وضع خريطة الطريق إلى هذه الحكومة لا يمكن أن تتجاوز مستقبلا. يعني بالتالي هذه المراجعة لها أثر مستقبلي. نعم. ويمكن أن يلعب دور هنا وزير العدل بتحريك هيئة القضايا من أجل تقديم طعن بهذا القرار، عندها يمكن أن يلفظ مجلس الشورى كلمته بالإيجاب أم بالسلب، بالموافقة على هذا الإجراء أم برفضه. بناء على كل ما تقدمت به، نعم، إذن فينا نعتبر أنه قضية رئاسة الأركان أصبحت وراءنا. صحيح صحيح، يعني للأسف. يعني هذه جدلية عقيمة. نعم جدلية يعني عقيمة، وإضافة إلى ذلك اليوم نتكلم نحن على صعيد النقاط الدستورية لا أكثر ولا أقل. صحيح. ولكن اليوم الموضوع بالسياسي أستاذ سمر الخرشي. للأسف كل المواضيع صارت بالسياسة. اسمح لي توقف أنا وياكم المشاهدين مع فاصل إعلاني قصير، نعود بعده بدنا نحكي عن موضوع القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس النيابي، أو أنه لترد القوانين إلى المجلس النيابي، شو طريقة التعاطي معها. بدنا نحكي شوي عن المجلس الدستوري والطعن بالموازنة وقرار الشورى والمصارف، قد ما بتساعدني في كتير في كتير كلام. بريك ونعود. فيكم من جديد مشاهدينا، أجدد الترحيب وأتابع الحوار مع ضيفي الخبير الدستوري دكتور سعيد مالك. أهلا وسهلا بك من جديد. موضوع القوانين وإلى أي مدى يحق للحكومة، وخاصة أن تكون حكومة تصريف أعمال يعني عمليا، برد قوانين أقرها المجلس النيابي، ردها إلى المجلس لإعادة النظر فيها. طبعا نرجع دايما منأكد أننا نتحدث من منطلق قانوني. صحيح. دستوري. صحيح. صحيح. بحت، يعني ما قلنا عليه بالسياسة. صحيح استاذ سمر، ثابت وأكيد أن اليوم مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 14-15-12 أصدر رزمة من القوانين وسلة من التشريعات، أحيلت بعد إقرارها إلى مجلس حكومة. الوزراء. مجلس الوزراء عقد جلسته في 19-12 وأصدر وكالة عن رئيس الجمهورية، يعني سندا لأحكام المادة 56 معطوفة على المادة 62 من الدستور، أصدر هذه القوانين رزمة واحدة. نعم. واليوم استنادا إلى المادة الأولى من القانون الدستوري رقم 646/97 تاريخ 2/6/97 منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/6/1997 تنص على أنه كل قانون يصدره رئيس الجمهورية هو ملزم للنشر بعد 15 يوم أو في خلال مهلة 15 صحيح. يوم، ومع انقضاء ال 15 يوم يعتبر هذا القانون نافذ حكما. نافذ حكما بغض النظر عن نشره. بالتالي عندما الحكومة بتاريخ 19-12 أصدرت هذه القوانين قد باتت بتاريخ 3/1/2024 نافذة. وإذ بنا نفاجأ بتاريخ 12/1 بعد 9 أيام على اعتبار هذه القوانين نافذة أن اتخذ قرار الرئيس مئاتي مع الحكومة بإعادة هذه القوانين، وهي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية. يعني هذه الصلاحية هي صلاحية لرئيس يعني الجمهورية، يعني هذه فيها تجاوز وتخطي للصلاحية. يعني بهذه التصرفات تجاوز نص المادتين 56-57 من الدستور، تجاوز نص المادة 62، تجاوز نص المادة الأولى من القانون 646/97، تجاوز مبدئيا صلاحية محفوظة لرئيس الجمهورية، تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات. اليوم ما أقدم عليه أو أقدمت عليه اللجان المشتركة أمر جيد جدا من ناحية رفضه موضوع المناقشة وأحالة الموضوع برمته وبكليته إلى الهيئة العامة. يقتضي اليوم على الهيئة العامة عندما تلتئم أن تقوم هذا الإعوجاج
الذي ارتكبته الحكومة وأن تعتبر القوانين نافذة حكما. هل هي مجمدة إذن هذه القوانين؟ هذه القوانين اليوم هي مجمدة بعد أن أعيدت إلى مجلس النواب، وهناك طعن بالشورى قدم من قبل أصحاب صفة ومصلحة بانتظار نتيجة الطعن، ولكن يقتضي على الهيئة العامة اتخاذ قرار. نتكلم الموضوع بوتيرة سريعة حتى نتمكن من الإحاطة بكافة المواضيع. يقتضي مبدئيا رد، بس عم نعطي الزبدة معلش. صحيح. يقتضي علينا اليوم، يقتضي على الهيئة العامة رد طلب الرد شكلا، وإعادة القوانين إلى الحكومة لنشرها أصولا. إذن مجمدة، غير صحيح. يعني لا نافذة ولا مردودة، مجمدة إلى أن يصدر قرار عن الهيئة العامة لمجلس. صحيح. إضافة إلى قرار شورى الدولي باعتبار هذه القوانين. بس الأساس هو الهيئة العامة. غير نافذة. الأساس هو الهيئة العامة. خليني أنتقل إلى المجلس الدستوري. نعم. يلي اليوم سلسلة طعون قدمت من قبل سواء كان القوات اللبنانية، سواء كان التجدد، التغييريين، عدد من النواب المستقلين أيضا، والكتائب اللبنانية أيضا. ما يقارب 4 طعون. صحيح. في موضوع الموازنة، مش ككل، في بعض بنود الموازنة يعني. نعم. تم اختياره. أول سؤال بيتبادر إلى الذهن عمليا، هل هناك إمكانية بتقديم طعن بموازنة كاملة؟ كيف بيدرسها المجلس الدستوري أو فقط بالبنود المتقدمة الطعن فيه؟ اليوم علينا التأكيد أنه يقتضي علينا العودة إلى قانون إنشاء المجلس الدستوري 250/93 تاريخ 14/7/93، يتبين جليا على أنه اليوم باستطاعة 10 نواب أو أكثر، إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ضمن مهلة 15 يوم تلي النشر. اليوم هناك 4 طعون، ولكن الطعون الأربعة ليست فقط مقتصرة على بعض المواد. يعني مثلا الطعن المقدم من قبل تكتل الجمهورية القوية تناول طلب الطعن لكافة الموازنة لعدم إرفاقها بقطع حساب سندا لأحكام المادة 87. صحيح. واستطرادا بحال عدم أخذ المجلس الدستوري بهذا التوجه، الذهاب نحو الطعن بمواد معينة تعتبر من قبيل فرسان الموازنة، ولن يأخذ بهذا يعني التوجه. بالتالي اليوم ولن يأخذ، لأن هناك مبدئيا واقع أنه إذا أبطل الموازنة استنادا إلى نص المادة 87، ما الفعل؟ ما العمل؟ عندها سنعود إلى القاعدة الاثني عشرية لموازنة 2022. غير هيك كمان سيستند على ساعتها لما بدنا نبطل هذه الموازنة، في كتير أشياء تبطل قبلها، لأن هناك العديد من الموازنات التي مرت دون قطع حساب. صحيح صحيح. ومرت وما حدا طعن فيها. ولكن اليوم أنا أعتقد جازما على أن المجلس الدستوري سيتخطى هذا الأمر. نعم. وسيمنح الحكومة مهلة إضافية من أجل إنجاز قطعات الحسابات وضمها إلى الموازنات اللاحقة. ليش على البنود؟ البنود مبدئيا هناك مبدئيا العديد من المواد التي تشكل فرسانا للموازنة. نعم. يعني مخالفة لنص المادتين 81 و82 من الدستور. والمقصود بذلك أستاذ سمر، هناك بعض القوانين أو بعض المواد التي مبدئيا تضمنتها الموازنة كان يفترض أن تصدر بقوانين مستقلة وبأسباب موجبة مستقلة، لا أن تكون جزء لا يتجزأ من ضمن موازنة. يعني منها نص المادة 36 المتعلقة بالرسوم البلدية، من المادة 45 المتعلقة بغرامة الولوج الشواطئ، من المادة 72 93 94 والعديد من النواب. ولكن يجب لفت الانتباه أستاذ سمر على أنه اليوم المجلس الدستوري صلاحيته تسمح له بأن يحيط كافة مواد الموازنة دراسة. نعم. ليس فقط المواد المعينة تقدم فيها الطعن. بالتالي يمكن جدا أن يطعن بمادة ويبطل مادة لا تكون مذكورة ضمن أي طعن. بس هو بمراجعاته ودراسته رأى أنها غير قانونية. عندما يضع يده على الموازنة له الحق مبدئيا في دراسة شاملة لكافة المواد لاتخاذ الموقف الملائم والمناسب. نعم. طيب في مهلة معينة للبت بهذه الطعون؟ صحيح. وأي متى مفروض أنه طالما هناك قد من الأسبوع الماضي هناك تقدم قد بات هناك مبدئيا 4 طعون أو بداية هيدرس. المهلة تبدأ لأنه سيصار إلى ضم للتلازم. يعني بالتالي سيصدر قرار واحد عن المجلس الدستوري يتضمن جوابا كل الطعون قرارا عن الطعون الأربعة.
ولكن المهلة تبدأ من الطعن الأخير. يعني مبدئيا عندما قدم الطعن الأخير يفترض مطلع الأسبوع المقبل أن يلتئم المجلس الدستوري من أجل دراسة موضوع وقف نفاذ بعض المواد المقدمة ضمن إطار أو المطعون بها في طعون أخرى غير تكتل الجمهورية القوية، حيث نالت الجمهورية القوية قرارا بوقف نفاذ العديد من المواد المطعون بها. اليوم يلتئم المجلس الدستوري مطلع الأسبوع القادم لاستكمال هذا البحث ولتعيين مقرر. هذا المقرر له مهلة 10 أيام لإنجاز تقريره، بعد مهلة 5 أيام للتوزيع، وبعد مهلة 15 يوم من أجل البت من قبل الهيئة العامة للمجلس الدستوري. إذا قبل المجلس الدستوري بهذه الطعون وهذا، كيف بيصير مسار التنفيذ؟ يعني يعود للحكومة شو أو لمجلس النواب أو هي عملية إعادة النظر بالبنود المطعون فيها؟ كيف اليوم مبدئيا سندا للمادة 13 من القانون 250 على 93 قرارات المجلس الدستوري هي ملزمة لكافة الإدارات والسلطات. يعني بالتالي اليوم بحال صار إبطال مادي بالموازنة يبلغ ذلك وتنشر ذلك في الجريدة الرسمية وتعتبر وكأنها لم تكن. يعني بالتالي ليس باستطاعة أي إدارة يعني إسقاط من متن الموازنة أو إعادة العمل عليها وتعديلها من ضمن الموازنة، ويمكن لمجلس النواب بعدها تقديم اقتراح قانون جديد بهذه الضريبة أو بهذه المادة، على أن تكون على أن تراعي مع تقديم هذا الاقتراح ما ذهب إليه المجلس الدستوري. ممتاز ممتاز. طيب فلننتقل إلى قرار الشورى والمصارف، قرار مجلس شورى دولة برئاسة القاضي فادي الياس، خلينا نقول المتعلق بالشيء اللي تقدمت فيه جمعية المصارف والتي تحمل الدولة اللبنانية أو إلزام الدولة بتسديد كافة الخسائر يعني، وظبطوا حالهم هيدا ومش شورى الدولة مع المصارف ضد لتحميل الدولة اللبنانية هذا. إلى أي مدى يعني اليوم؟ هلا البعض رأى في معلم، بدي اسمح لحالي استعمل الكلام اللي استعمل وعم نسمعه انه بلطجة، يعني رأى في بلطجة على المودعين وعلى الناس وعلى للأسف. مبدئيا عندما قررت الحكومة تحديدا في اجتماع الذي عقد تحديدا بتاريخ 20/5/2022 أقرت خطة النهوض الاقتصادي وتحديدا القرار 3 الذي تضمن من ضمن النهوض ولا التعافي، يعني التعافي النهوض الاستراتيجية النهوض سميها ما شئتي، ولكن هذا يخرق صح هذه الخطة. اليوم مبدئيا عندما أقر مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 رأت جمعية المصارف أن هذه الخطة أو خطة التعافي أو النهوض أو سميها ما شئتي اليوم رأت فيها ضررا يلحق بالمصارف، كون صار هناك إعفاء للمركزي من الودائع واقتطاع من ودائع المودعين. فتقدمت تحديدا بتاريخ 28/6/2020 بطعن أمام مجلس الشورى الدولي، وسجل هذا الطعن تحت رقم 25005/22. اليوم كان النقطة الأساس، هل هذا القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء قابل للطعن أو لا؟ لأنه المادة 105 من نظام شورى الدولي تعتبر على أنه حتى يكون القرار قابلا للطعن يجب أن يكون نافذا ويجب أن يلحق أو من شأنه إلحاق أذى. نحن بعدنا بخطة مستقبلية. اليوم السؤال المطروح، هل هذا القرار هو عن خطة مستقبلية أو هذا القرار هو قرار استلحاقي بمفعول رجعي لفعل سبق أن أقدمت عليه المصارف أو الدولة بتملك الودائع اللي موجودة في المصارف؟ مش يعني واضحة. هنا وقع الخلاف أمام مجلس الشورى الدولي. مجلس الشورى الدولي خلص وبقراره رقم 179/23 تاريخ 18/5/23 إلى اعتبار، وتبلغت هذا القرار الدولي بتاريخ 8/6 إلى اعتبار على أن هذا القرار هو نافذ ونهائي وليس له أجل، وبالتالي هو قابل للطعن. ومن بعدها بتاريخ 6/2 من هذا العام 2024 صدر القرار النهائي 209/2024 بهذا الخصوص، بحيث مبدئيا وضع حد لهذه البلطجة
ضمن إطار إعفاء المركزي وما بعد المركزي وإعفاء الدولة من كل الودائع التي سبق وأن دخلت خزائن المركزي والدولي واختفت وانتهت. بالتالي اليوم هذا القرار جاء لمصلحة المودعين من جهة، ولكن هناك تلويح اليوم أن هناك طعن سيقدم صحيح بهذا القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، سمي استئناف، إضافة إلى ذلك سمي ضمن إطار أمام مجلس القضايا، رغم أن هذه مفاهيم خاطئة. لأنه أستاذ سمر بطريقة مختصرة، اليوم المادة 94 من نظام شورى الدولي تنص صراحة على أن قرارات مجلس شورى الدولي لا تقبل إلا الاعتراض، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، وتصحيح خطأ مادي. بالتالي اليوم إذا ذهبت الحكومة نحو مبدئيا من أجل يعني إذا ذهبت الحكومة نحو الطعن بهذا القرار، ليس باستطاعتها الذهاب إلا إلى إعادة المحاكمة، لأنه مبدئيا الاعتراض يجب أن يكون شخص غائب، اعتراض الغير غير موجود متوفرة شروطه، ليس هناك إلا إعادة المحاكمة. ولكن إعادة المحاكمة وسندا للمادة 98 من نظام شورى الدولي له أيضا شروط، أن يكون هناك مستند حاسم، أن يكون هناك مبدئيا واقعة غير موجودة أو لم تراعى الأصول. أما القول على أنه اليوم سنذهب إلى الطعن أمام مجلس القضايا أيضا هراء، لأنه مبدئيا إعادة المحاكمة تجري أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك استنادا إلى المادة 101 من نظام شورى الدولي. يعني بالتالي اليوم لا تحال الدعوة أمام مجلس القضايا وعملا بأحكام المادة 44 من نظام شورى الدولي إلا بناء لقرار يصدر الرئيس فاديلييس. يعني بالتالي اليوم الهيئة التي أصدرت القرار نفسها تدرس إعادة المحاكمة بحال قدم أمامه. شو تغير؟ أمر مؤسف، يعني أمر مؤسف، مؤسف جدا. لأختم أنا وياك لأنه انتهى وقتنا بشكل سريع، بس بحب أخذ رأيك بالموضوع. هو عريضة تكتل لبنان القوي، العريضة النيابية الاتهامية التي سيرفعها التكتل أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، طبعا اعتراضا على جملة تجاوزات الحكومة وآخرها وأهمها موضوع التعيين يلي حكينا فيه، تعيين رئاسة الأركان. شو مصير هكذا عريضة؟ بدء السمر يجب بحاجة لتوقيع أظن 26 نائب. صحيح، لأنه مبدئيا هذه المراجعة هي مسندة إلى نص المادة 70 من الدستور، معطوفة على أحكام المادة 19 من القانون 13 على 90 تاريخ 18 آب 1990، التي تنص على أنه طلب الاتهام يجب أن يذيل وأن يوقع من قبل 5 أعضاء مجلس النواب، أي من 26 نائب. السؤال المطروح أولا، هل باستطاعة اليوم التيار أو التكتل لبنان القوي الذهاب نحو 26 نائب؟ هذا من جهة، يعني في أرجحية أنه حتى هو من ضمن أعضاء ال 18. صحيح صحيح، هناك فئة شريحة لن توقع. بالتالي اليوم بعد أن يصار إلى التوقيع يصار إحالتها إلى مجلس النواب وتشكيل لجان وتقديم مبدئيا قرار اتهامي يجب أن يصدر بغالبية الثلثين. يعني هناك عقبات كبيرة جدا، يعني ترى فيها تسجيل موقف أكثر من القدرة على لا أكثر ولا أقل، لأنه ليس هناك إمكانية أو قدرة لتأمين الثلثين من أجل اتهام رئيس الحكومة أو الحكومة رئيسا أو أعضاء. بالتالي أنا أعتقد على أنها لا أكثر ولا أقل خطوة فولكلورية لتسجيل موقف، ولكنها لن تصل إلى نتيجة للأسف. شكرا جزيل الشكر على تلبيتك الدعوي اليوم دكتور سعيد مالك، على دائما هذا الشرح المبسط يلي يعني بنفهم تعقيدات القوانين والدستور وما إلى ذلك. شكرا لمشاركتنا، أهلا فيك. أشكر موصول طبعا للأستاذ حسن الدر على مداخلته، شكرا كبير لكم مشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.